أقول زيانة ما تلاحظين الحريم مسرفات في رمضان؟ اسكت اسكت حمدان، ملاحظة أكثر أن الرجال يسهرون في رمضان. اسمع أنت، بعد ما كذاك لما تدخلن المطبخ ما تعرفن تطلعن منه لا بصلاتكن ولا عباده. تضحك على من حمدان؟ انتو تجلسون على فطور ساعة وراحت عليكم صلاة الجماعة. تابعونا في المسلسل الرمضاني مولوازي، معي انا علاء المحاربي وجواهر السيابي. وزيانو تو متى يجهز للفطور؟ ابوي جاي جاي انا وفطوري. يلا غايته ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله بسم الله. اوه حمدان حمدان، اوه تو مالك تفطر قبل الاذان؟ مالش يا حرمه، ترى خلاص شوفيها عاد الشمس غربت. وينها غربت؟ بعدها هذا مغطى عليها السحب، اشوفك مستعجل مستعجل حال فطور. سمعيني يا حرمه، الله ورسوله قالنا عقله في الفطور واخره في السحور. قالوا عقله عقله في الفطور بس تيقن من الغروب، ما يفطر قبل الغروب. سمع عاد قامت تتفلسف، عاد تتفلسف برايك. حمدانو تسمع صوت الأذان؟ تو أذن بعده وانت من فطرت عاد 20 دقيقة. ألوهي أبوي صدقش زيانو صدقش، شكلي أسوي كفارة عليها اليوم. واغيابك واغيابك بعده ما يعقبك لما حد يقول لك الناس تعجل الفطور ما تقدمه قبل الأذان. كنتم مع مولوازي، فكرة وإعداد جواهر السيابية، بطولة علاء المحاربي وجواهر السيابية، شارك في التمثيل راشد الربخي وأحمد العزيزي، إنتاج الشبيبة فهم.